السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، شراكم ان شاء الله تكونوا بخير باحسن الاحوال. رجعت لكم فيديو جديد واللي هو عباره عن مشترياتي من مواد غذائيه ومواد التنظيف لشهر اوت، بالاضافه الى ذلك قصه جديده واقعيه لاختنا زينب من ولايه سطيف تحكي لنا قصتها من اجل اخذ العبره وفي نفس الوقت حبه المشوره. قبل ما نبدأ مع بعض فيديو اليوم، لا تنسونا فضلا وليس امرا بالاعجاب الاشتراك مع تفعيل الجرس على الكل لكي يصلكم كل جديد. اذا انا زينب من ولايه سطيف. انا اللي راجلي راح للغربه يخدم وخلاني بربع ولاد صغار، صغير فيهم 3 سنين ولا كبير فيهم سنه اولى ابتدائي، وبناتي هما اللي بساطه ربيتهم وحدي مده 20 سنة بحكم انه خلاني غير مع الام نتاعو والاب نتاعو واللي هما شيخي وزوجتي. المهم بعد المده هذه كامل ارجع، وانا بصراحه ما نكذبش عليكم فرحت لما رجع زوجي من الغربه. قلت انا كبرت في السن على الاقل يزيد يعاودي يهز معايا ولادو، خصوصا باللي راهم كبروا ويتحمل المسؤوليه نتاعهم معايا. لما رجع جاب معاه سوارد اللي لمهم بحكم انه ما كانش يبعث لي الدراهم ولا كان فقط يصرف على روحه، وفي هذوك الباقي الدراهم اللي يبقاو يلم فيهم. جي لهنا حل بهم مشروع وفتح عليه ربي وكبر هذا المشروع ولا يخرج مدخول مليح. المهم انا تفاجأت بزوجي جايني في يوم من الايام، ولا هنا كانت الصدمة. انا ما نكذبش عليكم كنت متخيلته راح يجيب لي هدية، راح يقول لي مفاجأة مفرحة، راح يقول لي وليدنا كبر نزوجه واللي ولا عمره الآن 25 سنة. لكن المفاجأة قال لي حب يتزوج. حسبته يتمسخر والله يضحك، بصح من تعابيره عرفت بلي أو جدي. بصراحة أنا تشوكيت مدة، ومن بعد قلت له بلي واش قصرت معاك؟ جاوبني بحاجة واحدة، شرع حل الأربعة. حللت وفكرت واش درت معاه وقداه صبرت والسنين شبابي اللي ضيعتهم وانا نستنى فيه وحدي يرجع، ووالديه اللي هزيتهم في مرضهم حتى ماتوا وهو والو حجر وخرجوا مبانش من وراها. تقدروا تتخيلوا حالتي في الايامات اللي بعدها، لدرجة اني دخلت للسبيطار من كثرة الشوك والصدمة. لاطونسيو طلعت لي اكثر من 20 والسكر كذلك. بقاو الطب شدوني مده كبيره غير باش يريقلوا لي الضغط نتاعي والسكري، وهو ولا هنا ما قدرش حتى يسقسي عليا ولا يعيط لي ولا يقول واش راهي ولا حالها ولا كيفاش راها دايره. بعد الحاله اللي شافها اللي شافني فيها، لما روحت من السبيطار فهمت حاجه بلي كان مدرق راسو على خاطر كان يخطب ويتزوج وحده قد بنته عمرها 20 سنة. واش راه دار في ليطاج اللي فوقنا زعما العدل. المهم دار يوم ليا ويوم ليها، وانا كل ما يطلع عندها نفرج سجادتي من فجر لشروق الشمس ما ندعيش عليه بصراحه. بصح وكلت وفوضت امري لله ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نقول يا ربي اذا ظلمني خذ لي حقي منه. وفعلا خالقي استجاب لي. بعدها بشهور قليله دار اكسيدون، تقاس في ظهره حكم شلل نصفي. بعد ما تعافى وبقى في السبيطار المستشفى لمده 2 شهر بالتقريب، طبعا جابوهم ليه من السبيطار عندي بينسير. انا البونيشه اللي تهنبير انا اولاده. تحملت هذاك النهار تهليت فيه من كذبش عليكم، قمت بواجبي غدوة الصباح على صباح ربي عيطت لزوج ولاد من الجيران يطلعوه الفوق عند ضرتي. كيما وصل وطبطبت الباب تاعها هي شافت فيا حيرة وهو ثاني، وقال لي جيبتني هنا؟ جاوبته بحاجة واحدة، يوم ليا أو يوم ليها، هذا هو العدل. طبعا انتهشوا في زوج بس خليتهم عند الباب وهبطت. بعدها بشهر بعد ما جاني من عندها في حالة كيما هو
معتاد. وثاني سمعت من الولاد اللي طلعوه عندها بلي يتسب فيه وتشتم فيه وتتمزع عليه كما نقولوا، ما هيش متاليه فيه وما هيش تقوم في الواجب نتاعها تجاهه مثل ما انا نقوم بها على اكمل وجه. ولا كل ما نهبطوا عندي نشوف فيه هكا حب نظره تاع استعطاف وشفقه، ما نحبش يطلع عليها، كل ما يحب يطلع عندها بصح قلبي ما يتصاي من جيته. انا حاليا نقوم برك بواجبي ناحيته من كل شيء، ناحيته من كل شيء، وعمري لا ظلمته بصراحه. مشاكله معاها بين هو حبها بيسهل عليه. بصح اللي خلاني نكتب لكم قصتي انه جاتني سلفتي وقالت لي حرام عليك واش درتي وعملتي، المهم مش راك ديري، وعملت لي طنطانه. بصراحه انا نشوف روحي ما درت والو، حتى ما غلطتش اصلا، وهذا هو العدل يا اخي، هو اللي يتزوج باش يعني حبي يتزوج، وقالك بلي الحق تاعي والشرع حل الربعه. انا ثاني حبيت نعدل وقلت له يوم عندي ويوم عندها، مام العدل يكون في الصحه، ولازم كل يوم يكون عند وحده في المرض، او يحمد ربي انه ما طلبتش منه الصوارد كيما الاخرى، ونعملوا بما يرضي الله. رايكم في هذه القصه؟